رايحة فين يا منار؟ انت كيف خرجتي من الأوضة؟ أبوس إيدك سيبيني أمشي من هنا. ربنا ما يوقعك في دي أذى اللي أنا واقعة فيها. الحج لو شم خبر هيموتني ويموتك. يا هادية يا ابني الحج عايز يتجوزني عليكي، عايز يجيبني ليكي ضرة. مشيني من هنا الله ما يسيئك. طب استني، تعالي ورا. منار عمري عصبتك، طمني عليك كويسه؟ الحمد لله زي القرده، وربنا نازله وحاسه انني هلاقيكوا. قلت له انني ليا اهلي مش هيسيبوه، واخويا عمر هيقلب الدنيا عليها واطيها لغايه ما يلاقيه. طب يلا يا عمر خدها على عربيتي يلا. تعالى يا الف مرحب بالبشوات، فضلوا منورتوا بشوات والله. ان شاء الله تتشكي في مقاميعك. احنا مش جايين نتضايف يا جابر. طب ثلاثة بالله العاصم يا باشا، أنا كنت بدور على نمرة عمر بيه عشان أكلمه وأقول له نقطك مشغولة. ليه، حد قال لك إنها كانت تايهة؟ أها، ما كان على يدك يا باشمهندس. لا هاتوه. شوفوا مين يا سيادة المأمور، عيب ما يصحش. يلا يا جابر. يا سيادة المأمور قول أنا عملت إيه وأنا في الخشم. هناك بقى في المركز هتعرف أنت عملت إيه. يا سيادة المأمور ما ينفعش. يلا. لا إله إلا الله. يا جدعان فهموني أنا عملت إيه. في إيه؟ ما تخليك زين يا عمي، في إيه؟ عامل مكالمة. أنا جابر النبراوي. الو، ايوه بنت الناس. ما هو انا ما ارفعش تمن اللي حصل ده لحالي. تخلي البيت بتاعك يسحب بلاغه، وهي تقول انها كانت عندنا في زياره، غير كده هخلي عليها وطيها. انت خبره اللي عندي، وخبره لو اتكلمت هتروح في الرجلين. سلام. مش صار بقى وعليها خلاص.